أهلا وسهلا فيكم، معي أنا رولا بمطبخي مقلوبة كيتشن. وصفتنا لليوم وصفة كتير مميزة للخريف والشتاء، هي شوربة القرع الكريمية. هالشوربة مميزة للقوام تبعها، للطعم، للريحة وللون ولطريقة التقديم. والكل بيعرف فوائد القرع لصحة القلب والشرايين، لأنه بيحتوي على الألياف والمعادن والفيتامينز، وأهم البوتاسيوم وفيتامين سي، بالإضافة للمغنيسيوم، فيتامين بي 2، فيتامين إي، وكتير فيتامينات ومعادن تانية. هالوصفة قليلة بالكاربس، بالنشويات، قليلة بالسكر، فهي مناسبة لحمية اللو كارب، مناسبة لحميات كتير، مناسبة للناس الصايمين، لأنه بتعطي جسم بتغذي جسم بالمعادن والفيتامينز اللي فقدها أثناء الصيام. غير أنه طعمتها كتير طيبة للناس اللي ماشيين على الدايت ومحتارين شو بدهم يأكلوا. بالنسبة للمقادير لهالوصفة، رح أحتاج قرع يقطين وزن 2 كيلوغرام، حبتين من البصل متوسط الحجم، 4 جزرات وسط، 5 سنن من الثوم، ربع معلقة صغيرة من جوزة الطيب، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون فريش، نص معلقة صغيرة من الزنجبيل الباودر، نص معلقة صغيرة من كليل الجبل، ملح، وربع كوب من زيت الزيتون الأصلي. بستعمل سكين حادة كتير، وبقطع القرع لنصين. النصين لازم يكونوا متساويين مشان يستووا بنفس الوقت بالفرن. قطعت القرع وبدي فضيه من البذور والألياف اللي موجودة فيه. وطبعا الكل بيعرف انه بذور القرع طيبتها وفوائدها، لهيك انا رح انقعها بمي غليانة، نظفها من الألياف، نشفها منيح وحمصها بالفرن لاستعملها للسلطات او كنقرشة. بجرح القرع بالطول وبالعرض، وتجريحه كتير سهل لأني بدي إياه يتشرب زيت الزيتون والأعشاب والبهارات ونكهة الخضار. خلصت من التجريح، بخلط البهارات مع المطيبات التانية، الأعشاب، برشها بزيت زيتون، بدهن، بقطع الخضار، الجزر والبصل والثوم قطع كبيرة، ما بيهمني كيف قطعتها لأنه بالأخير رح تنخلط كلها سوا. وهالطريقة كتير أطيب من أنه أقطع قشر القرع وأقطعه وحطه مع الخضار، أحمسه بالزيت على بالطنجرة على الغاز، لأنه طعمة الشوي بالفرن كتير رح تعطيه طعمة مميزة. طبعا غير أنه أسهل من تقشير القرع، لأنه تقشيره كتير صعب وتقطيعه صعب، فهيك كتير أرياح ومتعة شغله. حطيت الأعشاب وحطيت زيت الزيتون فوق الخضار ورح أحركهم، وهيك بيكون تغطى عندي كل السطح تبع القرع والخضار. بحطه بفرن حميته مسبقا ل 400 فهرنهايت أو 200 درجة، خليه لساعة كاملة أو لحتى أنا شكه بالسكين ويكون مستوي خالص، بصير كتير هش. شوفوا منظر لحالة لوحة. أنا هون استعملت سكوب الآيس كريم، فيكن تستعملوا أي معلقة. فضيت القرع من القلب، طبعا ببدأ من الأطراف للمركز مع الخضار، حطيتهم بطنجرة الطبخ اللي بدي أطبخ فيها الشوربة. إذا لقيتوا الكمية كبيرة عليكم، فيكن تشيلوا قسم تطحنوا كمان، تعملوا بيوري وتضيفوا له توم وليمون وزيت زيتون، بيطلع كتير طيب. فيكن تحطوه طبق جانبي مع اللحومات أو الدجاج. أنا الكمية مناسبتني لأنه عائلتي كتير بيحبوها. فضيت القلب، استعملت الآيس كريم سكوب ومعلقة. حطيت هون لتر ونص مي غليانة، ورح أخلطها بالخلاط اليدوي. حطيت جاناس، ضل أخلط لحتى ما يضل عندي ولا قطعة.
شوفوا كيف صارت كريمية، لا ضفت لها طحين لا شوفان، لا حطيت لها أي نوع من الكريم أو الأجبان، واللون غير ما بقدر أوصف. حطيتها تغلى على النار، بدي اياها تتجانس المي مع خليط القرع والخضار. بحطها على نار متوسطة من 10 لـ5 دقايق، وبشوف كثافتها باستعمال المعلقة. بس اتأكدت انه تجانسوا تمام بشيلها وبخليها على السكب، بحطها بأطباق التقديم. شايفين القوام قديش كريمي، وشايفين لون كليل الجبل شو عاطيه حلاوة. الأكل دائما ألوان، كل ما زادت ألوان الأكل كل ما كان يعني أنه صحي ومفيد أكثر. حطيت هون جبنة موزاريلا، فيكن تستعملوا البارميجان الفريش إذا بتحبوا. وللطبق الثاني حطيت كريم، وللناس النباتيين بيقدروا يرشوا شوية من بذور القرع المحمصة أو يرشوا شوية بقدونس. الوصفة كتير مميزة وبتمنى تكون عجبتكم. إذا عندكم أي اقتراحات لوصفات تانية بتمنى تكتبولي بالتعليقات. قدمتها هون مع الخبز المحمص مع جبن الموتزاريلا، وصحتين وهنا. إذا أول مرة بتشوفوا القناة بتمنى تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ليجيكم كل جديد، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو إذا عجبكم، والتعليق إذا عندكم أي وصفة بتحبوا أني أعملكم إياها. ويعطيكم ألف عافية وشكرا للمشاهدة.